سلام، اليوم غادي نوريكم طريقة عمل الخبز التوست الشمندر ولا الباربا. هذا الخبز كيعجبني بزاف، خبز كيطلع في الاخير خفيف ورطب. اليوم غادي نتعلموه مع بعضنا بطريقة جد سهلة، خاصة البنات الصغيرات اللي عمرهم عجنوا غادي يعرفوا يحضروه، وحتى شكله في الاخير كيطلع زوين خاصة اللون الوردي. يلا ندوزوا للمقادير وطريقة تحضير الوصفة. اول حاجة هنا قطعت كيلو ديال الباربا وطحنتها مع نص كاس ديال الماء. قبل ما نطحنها هنا رزت نص كاس ديال الماء. هنا خديت 4 الكيسان ديال دقيق القمح الكامل بلا نخالة، ضفت عليه نص كاس ديال سنيدة، 4 معالق ديال الملح، معلقة كبيرة ديال الخميرة، وخلط. درت حفيرة صغيرة وحطيت فيها البيض وربع كاس ديال الزيت. يمكن لك تعوضوا الزيت النباتي بالزيت البلدية. ضفت عصير ديال الباربا وخليته يتعجل لمدة ديال 7 دقائق. حنا كنعجنو وحنا كنشوفو واش الخليط كيتجمع لينا. الا ما تجمعش، انا هنا ما تجمعش لي بزاف، ضفت 2 حتى 3 ديال المعالق ديال الطحين ديال الزرع. هذا هو القوام ديالها ملي كتجمع، كتكون خفيفه ومتماسكه. دهنت واحد الزليفه بالزيت وحطيت عليها العجين. غادي ندهنها بهذاك الزيت، من الافضل ديروا زيت البلدية، انا ما توفرتش عندي، درت زيت نباتيه. وغادي نغطيها وغادي نخليها تخمر ما بين 45 دقيقه حتى لساعه. من مر ما خمرات غادي نخرج منها شويه ديال الهواء اللي كيكون فيها، وغادي ناخذها بالعبار ديال المول. انا عندي هنا درت الشكل ديال التوست بالمول ديال الانجليش كيك، تقدروا ديروها خبيزات كوميرات اللي يعجبكم. خديت المول ودهنته بالزبده، وغادي نحط فيه الخبز
باش يكمل التخمار ديالو لمدة ديال 15 دقيقة ولا 10 دقائق. من مور ما خمرت ليا دهنتها بالبيض ورشيت عليها شويه ديال الزنجلان وغادي ندخلها للفران لمده 45 دقيقه. الفران تيكون سخون وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي خفيفه ورطبه ديال الفطور لوالدات الصغار، كتجي فيها النكهة ديال الباربا وبصحة والراحة.